يلا تعي تعي يا بنتي. يلا يا عمري. شو يعني إنك تفيق البنت من نومها وتجيبها بهالوقت؟ هيك قال الخال خديجة. شو قال؟ قال فوراً يعني؟ ما بتتأجل للصبح؟ قال يمكن ما يطلع الصبح علينا. فيدان دخليها للبنت على غرفة عمر. رح يبقى السهر هون كمان؟ لا بدي روح على الفندق. طالع يا خيال لفوق. انت تعا معي شوي. انت في شي لازم تقلي اياه؟ مثل شو؟ اي شي كان. ما في اي شي كان. شو يعني ما في اي شي كان؟ بس قلي كيف فيك تطلع بوجه البنت اللي حملتها بحضنك؟ ما كان بدي هالشي يصير خديجة. شو يعني؟ أنا اللي كان بدي إنه يصير؟ كان بدي تتنازلي لي مرة واحدة بهالحياة وإنتي ما عملتي هيك. على فرض إني جنيت وما عملت اللي بدك يا، أنت بأي حق بتروح بتحكي بين العالم وبتقلن إنه نحن انتهينا وإنه نحن رح نتطلق هيك عم تحكيها بكل بساطة؟ طلع الحكي هيك من تمي. وشو يعني طلع الحكي هيك من تمك؟ بس هي أنا خديجة، المرة اللي بتحبها. خديجة أنا قلت إنه نتطلق وإنتي قلتي لا، أنا اللي رح طلقك. وهلأ خلينا نوفي بوعدنا. أول شيء إنتي اللي رح تراضيني وأنا رح حاول خليك تسامحيني، بعدها منجتمع من جديد ووقتها إذا بدك بنرجع منحكي بالموضوع. طلع فيني منيح، ما عم خلي صوتي يطلع. الكل هون مزعوج منك وأنا ما عم أقول شي، وإنت لهلأ لساتك بالفندق وكمان ما حكيت شي. يمكن لأنه موضوعنا انتهى ورح نتطلق، بس إذا عملت شي يجرحني بهداك الفندق أو حتى وين ما كنت بأي مكان بالعالم، وقتها ما رح سامحك أبداً. فكر شو ممكن أعمل. نحن منفصلين خديجة وما بحق لك تدخلي بحياتي الخاصة. إذا اجتمعنا عن جديد رح نحكي بوقتها. طلع طلع بعيوني منيح يا صهر. لازم روح خديجة، الوقت عم يمرق ضدنا. أنا بدي كنت حضر الأكل لخيال يا أختي. بسيطة، حضري له الأكل. شو صار أختي؟ ما بعرف فيدان. أنا جوعان يا شباب. تأكل الصبح. طيب في شيء اشربه بهالبيت؟ افتح الحنفية فيها مي.